أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، قد أطلت عليكم، لكن بودي قبل أن أغادر هذا المقام الكريم أن أنبه إلى أمر أثير في الأيام الأخيرة، وأعتقد أخلاقيا أن من واجبي أيها الإخوة الذي علي أن أطلع به أن أوضح موقفي والموقف إيه برمته. يعني كتب في، أعتقد لا أعرف، مجلة هي شهرية أو كذا اسمه المغتربون، كتب على لساني أنه فيما بلغ الكاتب أنني علقت على موقف لرئيس الهيئة الإسلامية بأنه هراء يتعلق بصلاة الجمعة، وأن المسلم إذا كان مضطرا يمكن إيه أيها الإخوة أن يصلي كل ثلاث جمعة جمعة واحدة وهذا يجوز، وأنا قلت هذا هراء للحق، وتعلمون صراحتي وأعلمها أيها الإخوة، هذا الموضوع لم أسمع به إلا أمس حين سئلت بصدده، قلت عجيب أنا لم أسمع بقضية الجمعة هذه ولا بفتوى ولا بموقف الهيئة الإسلامية، وليس عندي أثار من علم بهذا الصدد للأسف الشديد. فلما هذه الجراءة أيها الإخوة أن أقول ما لم أقل؟ لو قلت هذا سأعترف به وسأحاجج عنه أيها الإخوة، وسأحاجج عنه، لكن هذا لم يحصل قط بحمد الله تبارك وتعالى. وفي مكالمة هاتفية بيني وبين رئيس الهيئة الإسلامية أنا افتعلتها، أحببت أن أفهم الموضوع، أفهمني الرجل بارك الله فيه الخلفية الحقيقية، وهي خلفية مشرفة وسليمة تماما تختلف عن كل ما كتب. مكتب العمل أرسل إلي كرئيس هيئة يطلب منه جلية الموقف الفقهي في قضية صلاة الجمعة، لأن كثيرا من المنتظمين في دورات تدريبية وتأهيلية وإعادة تأهيل أيضا للعمل من المسلمين للأسف يتغيبون بحجة صلاة الجمعة، بعضهم يصلي وبعضهم طبعا لا يصلي حتى الجمعة، ما في مشكلة. فالرجل قال نعم صلاة الجمعة واجب، قال لي الجوابات محفوظة ويمكن لأي أن يطلع عليها، أيها موجودة كلها بفضل الله. قال صلاة الجمعة واجبة وهي أمر ضروري، ولا يسع المسلم أن يصليها فردا، لابد أن تصلى في جماعة أي في المساجد، وهذا ما عندنا، والسلام. رسالة ممتازة وصحيحة. فبعثوا إليه بعد ذلك يسألون لكن ما القول إذا كان المسلم مضطرا، عنده امتحان، عنده التزام مثلا في هذا العمل في هذا المكتب، ماذا يفعل؟ مضطر هو بطريقة أو بأخرى، ليس هناك حل معين. قال وكنت على علم أو ذكر بأن مكتب العمل يريد أن يرفع الفير متلونج عن المسلمين لكثرة مشاغباتهم وعدم انتظامهم، فلم أحب أن أعطيهم ذريعة بالجمود على الموقف الأول دون ما أدنى إضافة. فقلت لهم ما ذكرته في الرسالة الأولى هو صحيح، ولكن حال اضطر المسلم، حال اضطر المسلم فيجوز له أن يصلي الظهر بعد ذلك، لكن صلاة الجمعة لا تقضى حال الضرورة. قلت له هذا كلام عين الصواب، وإلى الآن أنت في الصحيح، ليس هناك ما يعلق عليه. أنا لم أسأل عن هذا الموضوع أيها الإخوة، ولم يؤخذ رأيي فيه، فضلا عن يكون لي تعليق بأنه هراء، وهذا ليس إن شاء الله من طريقتي. فهذه جليتي الموقف كله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحوطين محاذرين فيما نقول وفيما نزعم بصدد أنفسنا أو بصدد الآخرين.